لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. زوجي البحيري، زوجي مهدد بالقتل وأخشى تعرضه للاغتيال. قالت المحامية سعيد العكرمي زوجة النائب رئيس حركة نهضة نور الدين البحيري: اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن زوجها مهدد بالقتل، معبرة عن تخوفها من تعرضه للاغتيال. وأكد العكرمي في تصريح لإذاعة الشمس أن نور الدين تعرض صباح اليوم للتعنيف أمام منزله خلال عملية نقله للإقامة الجبرية، وحيث كانت تقول: سعيد وشرف الدين اختطفاه من أمام منزله. اللهم احفظ الشعب التونسي رب واحميه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.